السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. جدد مجلس حقوق الإنسان مهمة فريق الخبراء لسنة لعام آخر، مهمة فريق الخبراء الدوليين التابعين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وسط اتهامات لهذا الفريق بالانحياز للميليشيا بل وتجاهل جرائمها الجسيمة بحق اليمنيين. ما هي تداعيات تجديد مهمة فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وما وسط الاتهام الذي تتحدث عنه الحكومة والتحالف العربي بانحيازه؟ هل هناك من تغيير جذري لسلوك هذا الفريق، أم أنه سيستمر في تجاهل الانتهاكات والجرائم؟ أين هو الخلل؟ هل في العجز الحكومي الحقوقي في خاصة في الملف حقوق الإنسان، أم أن هناك انحياز فاضح لهذا الفريق للميليشيا؟ نحن وضعنا استطلاعا للرأي عن الفريق وتقريره لنستطلع آراء اليمنيين والمتابعين لنا، سواء في صفحتنا على الفيسبوك الكلمة لك أو في صفحة القناة على التويتر. هذا الاستطلاع كان على النحو التالي. الاستطلاع كان في الفيسبوك في التويتر في حساب القناة على التويتر، قلنا ما سبب تجاهل تقرير فريق الخبراء الدوليين جرائم ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها بحق اليمنيين؟ هل لانعدام حياديتهم ومهنيتهم، أم أن السبب ضعف أداء الحكومة الحقوقي؟ صوت بالخيار الأول، انعدام حياديتهم ومهنيتهم، صوت لهذا الخيار 46%، أي أن الفريق الحقوقي فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية منعدم أو ربما ضعف في الحيادية وانحيازهم أيضا للميليشيا، أم ضعف أداء الحكومة الحقوقي وهو 54%. وأعتبر هذا الرقم رقم يعني معقول، وأيضا يعبر عن الحنق والحنق لدى الناس من ضعف أداء الحكومة في الجانب الحقوقي. لديها آلاف الملفات التي ارتكبها الحوثيون بحق اليمنيين، لديهم الحق في ملاحقة هذه الميليشيا في المحاكم الدولية، لديهم أيضا الأدوات التي تجعلهم يجعلون منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير ذلك المهتمة بحقوق الإنسان أن تصرخ في وجه الميليشيا وفي وجه من يقف خلف هذه الميليشيا. لكن هناك ضعفا حقيقيا لدى الهيكل الحقوقي لدى الحكومة، ما يؤدي إلى انعدام التواصل مع الفريق، انعدام التواصل مع المنظمات الدولية، وهنا هذه النتيجة. انتقل إلى الاستطلاع التالي في البرنامج الكلمة لك. قلنا ما سبب تجاهل تقرير فريق الخبراء الدوليين جرائم ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها بحق اليمنيين؟ هل من انعدام حياديتهم ومهنيتهم، أم لضعف أداء الحكومة الحقوقي؟ صوت بالخيار الأول 36%، أي أقل بكثير من صوتوا لهذا الخيار في التويتر. وصوت الخيار الثاني الذي هو ضعف أداء الحكومة الحقوقي 64%. الغالبية تؤكد أن الحكومة ضعيفة وربما عاجزة عن إيصال آلام ومعاناة اليمنيين الذين تجرعوا الويل والانتهاكات الجسيمة على يد الميليشيا الحوثية، لذا كانت أدواتهم ربما بالية أو ليست بالقدر الكافي من الفعالية للتواصل مع فريق الخبراء لإيصال المعلومات الحقيقية التحقيقات وغير ذلك من مهام الحكومة الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه مواطنيها. إذن الاستطلاعان يؤكدان على أن هناك ضعف
أداء الحكومة الحقوقي، هل ستراجع الحكومة أداءها وغير ذلك؟ دعونا نستقبل مشاركاتكم. لدينا نبيل الفقي، مرحبا بك يا نبيل. السلام الله عليك محمد وعلى الجمهور الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبيل، ما هي التداعيات، تداعيات تجديد مهمة فريق الخبراء الدوليين من قبل مجلس حقوق الإنسان، طبعا بنسبة ضئيلة بتصويت 21 وامتناع 18 ورفض 8 أعضاء، لكن الحقيقة يعني ربما 21 ربما فاز بها في التجديد، لكن هناك رفض حكومي، لكن ما هي التداعيات وما الذي جعل الحكومة تفشل في مساعيها في الجانب الحقوقي، أو ربما يعني تعجز عن إيصال صوت الناس، صوت المعاناة، صوت آلاف المختطفين، آلاف الشهداء، آلاف من فجرت منازلهم، دولة ومؤسسات دمرت، مرتبات تم مصادرتها، وغير ذلك من الأعمال والجرائم التي تمارسها الميليشيا بشكل يومي. تفضل. أخ محمد، دعنا نترك الجانب الحكومي إلى آخر المداخلة، لكن نتكلم عن تقرير الأمم المتحدة أو التقارير التي رفعت إلى المجلس الآن، سواء من قبل التصويت وقبل كل شيء. لم يعتمدوا إلا المنظمات التي تعمل لصالح الحوثي، وكان واضح جليا من خلال ما رفعت إليهم. دعنا لا نشك في التقارير التي رفعت، هي تقارير جزئية وبسيطة أخذت من هنا أو من هنا، لكن التعامل الأمم المتحدة بمكيالين، أنت تتعامل مع انقلاب ومع شرعية، فلذلك كانت من الأساس كيف تتعامل مع انقلابيين يعني انقلبوا على كل الأسس الديمقراطية، انقلبوا على قرارات الأمم المتحدة، انقلبوا على قررت مجلس الامن، فلذلك عندما رفعت التقارير رفعت من الارض عبر المنظمات الحوثيه، وكلنا يعرف ان للحوثي 44 منظمه كلها تعمل لصالحه، وهي بالخطا من تحت من فوق الطاوله هي المنظمات، ولكن من تحتها هي شبكه ناعمه للحوثي وتديرها ايادي ايرانيه وحزب الله في المنطقه. فلذلك رفعت كل هذه التقارير، وعندما أخذ التقارير الشرعية أو غيرها بدأوا يعني فرضوا عليها شروط وفرضوا عليها كذا. دعنا مثلا حادثة معينة، هي حادثة مثلا مستشفى الأطفال مأرب مثلا الذي يقصه في ليلة العيد من قبل ميليشيا الحوثي بكاتيوشا، عندما جاءت مواطنة وغيرها من المنظمات أرادوا من مصدر الصاروخ أشياء شروط يعني تعنت من أجل إفشال التقرير ولم يرفع أي تقرير، وكم جرائم سواء كانت في المعرض في كل الأماكن. نتذكر الجريمة التي حدثت في سوق السمك، كيف أنه مجرد أن يعني أن وردت الأخبار أن هناك قصف، وهو قصف بالهاون من قبل الحوثيين، أن هناك قصف على سوق السمك، إلا والمفوضية السامية أصدرت بيان أن التحالف قصف هذا المكان. لماذا يتحدثون في مواطن بأخبار ظنية منعدمة الثبوت، بينما هناك جرائم واضحة الثبوت تثبت تورط الميليشيا تتجاهلها أو ربما يتم التحايل عليها؟ هو باختصار لأن المجتمع الدولي يتلاعب من أساسه، فالمجتمع الدولي لديه قرارات ويعرف قرارات مجلس الأمن، قرارات من 2016 وكل البيانات وكل الإدانات تدين الحوثي، لكن في الأخير عندما تأتي مثل هؤلاء التقارير ينحازون إليها، والتقارير التي تصدر من الحوثي عبر الشبكات الناعمة للحوثي أو الميليشيات إيران، في عندما لا نسميها منظمات، فلفظ منظمات عليها كبير، لأن هؤلاء شبكات ناعمة تعمل للحوثي ليلا ونهارا وتصدر تقارير وترفع على الأرض أشياء قد تكون ظنية أو غيرها وتصدق في مجلس الأمن، يتلاعبون في هذه أعلامهم وغيرها، بينما على الأرض يوجد جرائم موثقة وغيرها، قد تكون الحكومة نوعا ما سلبية في هذا الجانب، وكررناها في أكثر من داخل الضعف الحكومي، لكن هناك تقارير رفعت إليها يعني رفعت إليها، ولكن يعني ضعفت في شروطها وتعنتها وكذا، وهذا هو التلاعب في المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤوليته فيما يجري في اليمن،
وغيره في المنطقة. هم بالأخير هذه شبكة لا نعتبرها شبكة إنسانية أو منظمة إنسانية، هي شبكة استخباراتية دولية تلعب هنا وهناك وتنحاز بالأخير للميليشيات، يعني تحركها ربما ليست تحركها أدوات دولية، تحركها أدوات دولية لا 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 لا, لا علاقة للإنسانية أو الجرائم بشيء، وهذا واضح جدا. والكل يعرف ان المنظمات هذه عندما تأتي الى المنظمات التي رفعت لا وجود لها على الارض اساسا ولا وتدرى، وهي غرف مكونه من واحد او اثنين او ثلاثه، عندما وصل بعض الخبراء الى منظمات مواطنه قبل عامين ان وارادوا تنفيذ الجرائم في سأل، كانوا في فندق كذا في صنعاء، ونزل الوفد في صنعاء ورصد لهم انتهاكات وغيرها ولم يأتوا إلى تأل، فكيف تريد أن يرفعوا تقارير أو غيرها؟ يحشرون موضوع أو اثنين أو جريمة أو جريمتين هناك وهناك للحوثي، لكن بالأخير يكون الجرائم أو الموثقة هي ما هو على كان على التحالف أو على الشركة، وهي بعض الأحيان ضمنية لا وجود لها على الأرض أو أشكال من إشكاليات الحرب. نبيل فيما يخص نعم، هناك مثلا تقرير قبل أسبوع أصدرته هيومن رايتس ووتش عن المختطفين في سجون الميليشيا في سجون الحوثيين، وصفت أنها وثقت 16 حالة، وهنا يعني نركز على العدد، أنها وثقت 16 حالة اختطاف اختطفها الحوثيون، ثم بدأت بسرد قصصهم في مسألة المتاجرة بهم وتهديدهم بالاغتصاب وربما اغتصاب عوائلهم وغير ذلك من الانتهاكات التي تمارسها. لكن يعني ما الـ ما الـ ما الـ ما الهدف في إبراز تقرير هو طبعا بتفصيل لا بأس به، لكنه تحدث عن 16 حالة وسط 18 ألف حالة اختطاف قامت بها الميليشيا، ما الهدف من خلال هذا التقرير؟ هل هو هدف يعني الحديث عن الضحايا أم لتضليل الرأي العام الدولي؟ يعني مثلا الأرقام التي سردتها والأرقام الموجودة على الأرض الذي يعرفها الجميع والشعب يعرفها، تعرف أن هناك تلاعب في الأرقام، عندما تسرد 18 حالة وعندك الصحفيين وعندك المختطفين يوميا سواء على النقاط الحرجية أو غيرها، وعندك السجون الممتلئة في صنعاء فكل احتفالية لهم يختطفون أناس إلى السجون، هناك حالات مأساوية، وعندما نسرد بالأرقام نظلم هؤلاء، لكن عندما تسرد كم أسر كم ضحايا كم آلام تصدر من خلال جرائم الحوثي وغيره تعرف المأساة الحقيقية، فلذلك هذه تلاعب بالله عليك. يعني إذا جينا هذه المنظمات التي رفعت إلى بالجرائم، لكن أنت للمنظمات الحقوقية لديك كم صحفيين والكل يعرف أنهم سجنوا لأنهم أصحاب رأي، أين المنظمات هؤلاء والكل يعرفهم، وميليشيات الحوثي لم يعني تعترف حتى بسجونها، ولذلك لم يصدر أي تقرير ولم يصدر أي شيء، لكن تأتي بشيء معين هنا وهناك وترفعها وتقوم القيامة، وهذه هي التلاعب بالأرقام والتلاعب بالألفاظ والتلاعب بدماء اليمنيين على حساب إيران وميليشياتها في المنطقة. إذا ما تحدثنا على الجانب الآخر، أين الخلل في ضعف الأدوات الحكومية في مسألة إدارة ملف حقوق الإنسان؟ أين الخلل؟ أنا أقول لك هنا الخلل الذي يعني يعتبر نصف المشكلة، الخلل الحكومي لدينا وزارة حقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان مهمة أن ترصد جميع حالة الانتهاكات، ولها لا بد لها في كل المحافظات المكتب للوزارة وهذا معروف إداريا، وتسجل كل حالة الانتهاكات وترفعها للأمم المتحدة وترفعها للمنظمات وترفعها لكل ذي الاختصاص، لأنها بالأخير جهة رسمية لها احترامها لها حضورها وجهة رسمية، وهذه هي لكن منظمة محامي أو اثنين أو كذا أسماء يعني نشكرهم على ذلك، قدموا كل هذا للأمم المتحدة وفضحهم في بعض الأمور، لكن دور الحكومة كان سلبي، وهذه السلبية في القيادة كما قلت لك وكما نكرر دائما
السلبية في القيادة. يعني إدارة حقوق إنسان ماذا تفعل؟ لابد أن ترصد الحالات. أين اللجنة التي شكلوها لرصد الحالات وشكلت بقرار رئاسي وبدأت عملها في المحافظة؟ لماذا إلى متى ينتظر هؤلاء النتائج؟ لا أن تدام كل ترفع منظمات كل الحلف وترفع كل الجرائم، وبالأخير نأتي نحن بالتقارير. يعني هذه المهزلة. ولدينا يعني حالات، يعني ولدينا على الأرض ولدينا جرائم. يعني لا نريد أن نكذب أو نبلل أو أشياء، لكن نريد يعني لدينا جرائم. هناك جرائم كثيفة بحاجة إلى متابعة، إلى رصد، إلى توثيق، وهذا ما يجعل وهذا ما ينقص الجانب الحقوقي الحكومي. أشكرك نبيل الفقيه على ما تفضلت بالحديث به. نبيل يتحدث عن أن الأدوات عاجزة عن مواكبة الجرائم، أدوات الحكومية عاجزة عن مواكبة الجرائم التي ترتكبها الميليشيا، لذا وهناك أيضا شبكة ناعمة تديرها أدوات استخباراتية تابعة للميليشيا، وأيضا تقف لديها معها دول أخرى وتحاول بقدر الإمكان تبييض جرائم الميليشيا وتحميل الحكومة والتحالف المسؤولية. لدي اتصال عوض كعدل، مرحبا بك يا عوض. أهلا وسهلا بك عوض. برأيك ما هي تداعيات تجديد مهمة فريق الخبراء الدوليين لحقوق الإنسان وسط الرفض الحكومي واتهام الفريق بانحيازه للميليشيا وعدم تطرقه أو ربما تجاهله لجرائم الميليشيا الكثيفة والكثيرة بحق اليمنيين؟ أولا أحييك يا أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في قناة الثورة والثوار. حياك الله. طبعا جرائم الحوثي لا تخفى على أي فرد من أبناء الشعب اليمني. وللأسف الشديد هناك واضح وضوح الشمس أن هناك في تقصير من وزارة حقوق الإنسان تبع الشرعية وكذلك سفراء الجمهورية اليمنية الموجودين في جميع دول العالم. لكن السؤال اللي يطرح نفسه أستاذ محمد، هل هذه اللجنة لجنة خبراء تقص الحقائق والبحث عن الحقوق المنتهكة للشعب اليمني، هل هذه اللجنة ستأتي إلى المناطق المحررة فقط أم أنها ستأتي إلى جميع المحافظات والمدن والقرى داخل الجمهورية اليمنية؟ هذا السؤال اللي يطرح نفسه. إذا كان اللجنة هذا سوف تقوم بالبحث والتحري والتدقيق والكشف عبر وسائل الإعلام المختلفة عن جميع الانتهاكات سواء في المناطق المحررة أو المناطق التي لا زالت ترجع تحت السيطرة الحوثية، فما هو الداعي لمنعها من أن تذهب إلى هذه المدن وهذه القرى وهذه الأماكن؟ إذن أنت عوض أنت تقول يعني ما المانع أن ندع هذه اللجنة وهذا الفريق أن يحقق في كل ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة والمناطق التي تحت سيطرة الميليشيا، لكن ما الذي يضمن أن تحرك هذا الفريق في مناطق سيطرة الميليشيا بشكل شفاف وآمن حتى يستطيع التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ يقول أن الميليشيا لم تدعه يزور السجون، وقالت وتحججت أنه ربما يكون هناك ضرب طيران، وهذا طبعا حجج واهية لا أساس لها. يعني كيف يمكن للطيران أن يضرب السجون مثل سجن الأمن السياسي أو السجن المركزي وغير ذلك؟ والله شوف يا أستاذ محمد، هذا مجلس أمن دولي، ومجلس الأمن الدولي يعني مصطلحه هو كيف تأمن الناس على حياتهم، كيف تأمن الناس على حقوقهم. إذا كان مجلس الأمن الدولي لا يستطيع أن يحمي لجنة الخبراء التي سوف يرسلها إلى المناطق التي لا زالت ترجع تحت السيطرة الحوثية، فما داعي أن تأتي اللجنة من أصلها؟ لكن نحن نقول أن هناك على سبيل المثال هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة. هذا لا بلا شك. لدينا لو تكرمت يا سيد محمد. نعم. هناك لدينا ميليشيا خارجة عن النظام والقانون في المناطق المحررة لا يقل خطورة عن ميليشيات الحوثي.
إذا احنا الآن نهدر حقوق هؤلاء الناس الذين يرجحون تحت السيطرة سيطرة المجلس الانتقالي وأذرع العسكرية في المناطق المحررة كالحزام الأمني والنخبة الشبوانية والنخبة العبرمية. هناك لدينا حوالي 18 سجن سري، نحن نشاهد ليلا ونهارا أمهات المختطفين أمام مبنى أو أمام منزل وزير الداخلية المنصري، وكذلك أمام جميع الأماكن والمواقع وحقوق الإنسان، ويطالب الليل والنهار بالكشف أبنائهم. هناك منظمات حقوقية تأكد أن هناك انتهاكات غير عادية للسجناء داخل السجين، وصل إلى حد الاقتصاد. يعني ما الذي يفسر نظر يا أستاذ محمد؟ بغض يعني الحكومة الشرعية الآن تضيع حقوق هؤلاء الناس. إذا لماذا تبقى الحكومة عاجزة عن ضبط الأمن في المناطق المحررة وإخلاء هذه السجون سيئة الصيت الذي شوهت بالشرعية والتحالف معا؟ يعني ما الفائدة في إبقاء هذه السجون التي لطخت سمعة الشرعية ولطخت صورة التحالف؟ ما هي الفائدة من أن يعني يتم اختطاف واعتقال أبرياء والزج بهم في سجون سرية تتبع هذه الميليشيا الانفصالية الانقلابية؟ والكارثة الكبيرة أن شاهدنا يعني عبر وسائل الإعلام اللواء ناصر لقشع وهو نائب وزير الداخلية ويقول إنه لا تجد لدينا سجون سرية داخل المناطق المحررة. هو لا يعرف إلا سجن المنصورة والسجن العام. السجون السرية تحت إدارة الحزام الأمني وشلال علي شهاء والمجلس الانتقالي. فعن أي شرعية نتحدث يا أستاذ محمد؟ نعم. إذا هل ننتظر؟ هل ننتظر؟ هم وضعوا سدا منيعا وفي نفس الوقت حافز لهذه الميليشيا لأن ترتكب الكثير من الجرائم وكثير من الاختطافات. يختطفون الناس في أنصاف الليل أمام مرأى ومسمع عائلاتهم. اليوم سوف يزيد هذا الاختطاف لأنه لا تقدر لا شرعية تحاسبهم، وفي نفس الوقت قطعنا الطريق عن لجنة الخبراء التي يفرض أنها توصل إلى حقائق مرعبة ومخيمة، ونريد أن يوصلوا هؤلاء القتلة والمجرمين الذين يعذبون الناس ليلا ونهارا إلى محكمة الجنايات الدولية. لكن يعني كأن الحكومة الشرعية تدافع عن هؤلاء القتلة والمجرمين، عن أي شرعية نتحدث يا أستاذ محمد؟ إذن أنت تطالب بشكل صريح وواضح أن يتم تقديم شلال علي شايع وكل من يتهم وكل متهم بهذه السجون السرية للمحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. بدون شك، إذا كان الحركة التي قام بها أبو اليمامة أثناء الاحتفال لتخرج أفراد من الشرطة العسكرية قتل أحد الطلبة وجرح ثلاثة، وفي نفس الوقت يوجه الرئيس عبد الرب منصور هادي بالتحقيق مع أبو اليمامة، من تجرى حتى انه يتحقق او انه يتصل بجرد اتصال بأبو اليمامة؟ الرئيس عبد الرب منصور هادي هو لا يعرف يوجه هذه الأوامر لمن؟ هل وجه كان أين الجهاز الأمن المركزي؟ أين الجهاز الأمن السياسي؟ أين البحث الجنائي اللي عنده؟ أين هؤلاء مجرد يا ديكورات جلوس على الكراسي ينتظر رواتبهم آخر الشهر؟ لماذا احنا نضحك على الشعب اليمني اليوم يا أستاذ محمد يأكل من أوراق الشجر، والرئيس عبد الرب منصور هادي يقول أنتم في مغلطية؟ يا أخي مغلطية تتسع لمن؟ يا آلاف الجرحى وآلاف المرضى وآلاف القتلى وآلاف الجياع وملايين المشردين خارج الوطن. لماذا نضحك على أنفسنا يا أستاذ محمد؟ اليمن نعم. في معقد لا شرعية ولا حدود. نعم، أشكرك كل الشكر عوض كعدل يتحدث بنبرة الإنسان اليمني الذي يعني يرجو أن تكون هناك عدالة ولا يتمنى أن يكون هناك ظلم أو انتهاكات، سواء في أي مكان، في أي محافظة، في مناطق سيطرة الميليشيا أو في المناطق المحررة. إذن لدي اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. إذن فقدنا الاتصال
بالمتصل الأخير. هنا طبعا كثير من التعليقات التي وردت على الفيسبوك وتويتر عن فريق الخبراء وعن الحنق لدى والغضب الشعبي والحقوقي والإعلامي من الفشل الذي يلاحق الحكومة خاصة في إدارة الملف الحكومي، من الضعف، من الترهل. نعم، لدي أبو مهند. مرحبا بك أبو مهند، أهلا وسهلا بك. جزاك الله بالخير يا محمد. أهلا وسهلا بك أبو مهند. أبو مهند، مجلس حقوق الإنسان جدد لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والذي أصدر تقريرا مخجلا تظاهر فيه انحيازه للميليشيا وتغطيته لجرائمها. تجديد المهمة، برأيك ما هي الرسالة التي أرادها المجتمع الدولي في تجديد مهمة فريق خبراء كان تقريره الأول تقريرا يصادم المهنية والحيادية؟ أبو مهند. أيوة تفضل أسمعك، الكلمة لك يا محمد. إحنا لجنة الخبراء هذه إحنا عارفين معاملهم، هذا مثل الماء يمشي من تحت التبن. مثل ماذا؟ اللجنة مثل الماء يمشي تحت التبن، هذا لنا ولا عليهم. إحنا نشتي برجال اليمن، برجال اليمن، ما لنا دخل للجنة الخبراء، ما لنا دخل مجلس الأمن الدولي، ما لنا دخل دول الخليج، وما لنا دخل. إحنا نشتي أول اتحدوا بالإعلام يا محمد، إذا تشتيكم تنتصروا اتحدوا بالإعلام، نشتي اتحدوا بالإعلام بس. أول الجبهة الإعلامية يا أخي، الجبهة الإعلامية حقكم مشددة، أنتم المطارق والشرعية، إيش هذا من كلام؟ نتوحد يا أخي، ولا نتوحد بعدين نتخبر على مجلس الأمن؟ أين الحديدة دي؟ أنتم تغنوا بهذه وقل ظهرنا الحديدة كيلو 16 مساء، كيلو 16، إيش من كلام يا أخي؟ اتحدوا على إيش؟ اتحدوا أول بالإعلام. نعم، أنت تقول يا أخ محمد أنه لا نكترث لهذه الخبراء ونحن نعرف ما الذي يريدونه، الأهم لدينا أن نتحد جميعا سواء في الجبهة الإعلامية أو الجبهة العسكرية. يعني أيوة، أنت تقول أن الأهم لدى الحكومة والتحالف الإسراع في تحرير صنعاء بدلا من المضي في معارك ربما هامشية ليست لها ذلك القدر من الأهمية بقدر تحرير الإنسان من سلطة الميليشيا. أخي الحكومة الشرعية عندها مشكلة بروحها، الحكومة الشرعية عندها مشكلة. يا حمد، الصرف يرتفع بصنعاء، الصرف ب170,000 يرتفع بعدن، الصرف يرتفع، البنزين يرتفع بصنعاء يرتفع بعدن يا أخي. أين المناطق المحررة يا أخي وسعرهم واحد؟ هذا متفقين على من يلعبوا على أبناء الشعب اليمني يا حرروا صنعاء ويدخلوا الحوثي حكومنا يا أخي، على من يلعبوا؟ هذا مش كلام. الاغتيالات بعدن، صنعاء ما بش اغتيالات يا أخي، شوف الاغتيالات بعدن، صنعاء عادي مأمنة يحكم بالقوة، عادي مأمنة شوية. انتم اتحدوا بالاعلام واتحدوا بالجبهه الاعلاميه واحدا، والقوى المسلحه ابناء الشعب اليمني واحد، ما شافك يقول معي جيش ولا يقول معي جيش. وضح يا الشعب اليمني، الشعب اليمني مات يا اخي، واحنا نجلس نغني لهذا نغني هذا، الشعب اليمني الان كل من الذبايل. ايش هذا من كلام على اللعب على الاسماء؟ اذا اشكرك ابو مهند. ابو مهند يدعو الى وحده الجبهه الاعلاميه، ولا نكترث لما يدار في أروقة الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو غير ذلك. إذن مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مشاركاتكم وأرائكم، ابقوا معنا. مشاهدي الكرام، في برنامج الكلمة لك نناقش في هذه الحلقة عن تداعيات تجديد مهمة فريق الخبراء الدوليين، ووسط رفض للحكومة الشرعية لهذا الفريق باعتبار تقريره كانت منحازا للميليشيا وتجاهل جرائمها بحق اليمنيين. دعونا نستعرض أبرز. إذا لدي اتصال. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك وليد. وليد، الو. نعم، هل انت معي؟
نعم نعم أنا معه. وليد برأيك كيف ترى تجديد مهمة فريق الخبراء الدوليين بعد تقرير لهم تجاهل جرائم الميليشيا وانحاز لها؟ تسمعني يا وليد؟ إذن فقدنا الاتصال بوليد. لدي عبدو علي، مرحبا بك يا عبدو. عبدو علي، إذن دعونا نقرأ أبرز ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا التصويت والتصويت لفريق الخبراء. بداية، هناك أسباب وراء الإصرار على تمديد فريق الخبراء الأمميين في اليمن. أولا، تسييس قضايا حقوق الإنسان بالمجلس الأممي لصالح بعض الدول، إطالة أمد الحرب ومنع أي فرص لتحقيق السلام، التشكيك في نزاهة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، خلق سياق أو سباق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، أو التغطية على جريمة ميليشيا الحوثي بالسيطرة على مؤسسات دولة قائمة. هذه أبرز الأسباب وراء الإصرار على تمديد فريق الخبراء. أما عضو فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري تقول للمهتمين بموضوع قرار مجلس الأمن مجلس حقوق الإنسان بشأن فريق الخبراء: قرار هذا العام هو نفس قرار العام الماضي دون أي توسيع في صلاحيات الفريق. الفرق الوحيد أن قرار العام الماضي وافقت عليه الحكومة اليمنية والمجموعة العربية، بينما رفض التمديد لهم هذا العام أو رفض التمديد لهم بعد الاطلاع على نتيجة أعمال الخبراء. ونتيجة أعمال الخبراء كانت مخيبة للآمال، حيث أظهرت بشكل فاضح انحيازها. وصفت بقائد الميليشيا المجرم عبد الملك الحوثي بأنه قائد الثورة، بينما هو زعيم ميليشاوي سلالي إرهابي. أما صحفي أحمد شبح فيقول تظهر الشرعية مكشوفة باتساع عجزها عن إدارة الملف الحقوقي والدبلوماسي ضد الانقلابيين، رغم تدفق القرارات والتعيينات الدبلوماسية. وهنا يكمن الخلل على الشرعية أن تقوم أداءها من خلال هذا الخلل الكبير، خاصة في إدارة الملف الحقوقي. يجب أن يدير الملف الحقوقي خبراء في القانون الدولي الإنساني، خبراء ولديهم المهارة في الاتصال مع المنظمات الدولية، لديهم القدرة على إيصال صوت المحرومين والمكلومين والذين انتهكت حقوقهم على يد هذه الميليشيا. الصحفي رشاد الشرعبي أيضا تحدث في عدة تغريدات عن هذا الموضوع، يقول حينما تخوض معركة حقوقية ودبلوماسية وإعلامية وسياسية، تخيلوا معركتنا هي معركة ذات أبعاد متعددة، معركة حقوقية ودبلوماسية وإعلامية وسياسية وأخرى عسكرية، لكن هذه المعارك الحقوقية والدبلوماسية والإعلامية يقول تخوضها بأدوات فاشلة غير متخصصة أو مهنية أو من تلك التي عفى عليها الزمن وشرب، فبالتأكيد ستكون النتائج غير مرضية ولا تتفق، وحجم التضحيات التي تقدم في الميدان ومعاناة الشعب المتصاعدة بشكل جنوني. يضيف رشاد في تغريدات أخرى، يقول لجنة الخبراء في التغريدة التالية، يقول رشاد لجنة الخبراء منحازة لمنتهكي حقوق الإنسان. المخرج نرجو التغريدة التالية، لجنة الخبراء يقول منحازة لمنتهكي الحقوق من ميليشيا الحوثي، وهي لتضييع حقوق الضحايا ومنع ملاحقة الجناة ومعاقبتهم. وانحياز اللجنة كان واضحا في تقريرها الأول، حيث أنها لم تهتم بحصار مدينة تعز والاعتداءات عليها للعام الرابع، ولو بقدر اهتمامها بحالة من حالات ضحايا الغارات الجوية. أما ورشاد يضيف في التغريدة التالية، معنا أفضل كادر حقوقي، ويسميها بلفظ ساخر للأداء الفاشل حقوقي، يتولى ملف حقوق الإنسان
ويقودون وزارة حقوق الشرعية، كلهم أساتذة قانون وجهابذة، وصلعوا في المقهى المصري بجنيف وهم يحاضروا الكراسي. إيش عاد تشتو أكثر من كذا معركة حقوقية تخوضها الشرعية؟ وهذا طبعا أمر معيب للغاية أن يكون هناك أن يتصدر المشهد الحقوقي أناس ليس لديهم القدرة ولا المهارة ولا الشجاعة ولا حتى الضمير الوطني لانعكاس حقوق الناس المنتهكة على يد الميليشيا. همدان العليي كتب أيضا منشورا على صفحته يقول: مخطئ من يعتقد أن قرارات مجلس حقوق الإنسان تتخذ بناء على قناعات الدول الأعضاء حول ما يحدث في اليمن ومدى تأثرهم بالوضع الإنساني. عملية التصويت لهذه القرارات تتأثر بشكل أساسي بمصالح الدول السياسية والاقتصادية وعلاقاتها تجاه بعضها البعض. يكفي أن نعرف أن دولة مثل كندا كانت في هذه الدورة من أهم الدول الداعمة لقرار تجديد ولاية اللجنة الدولية، وهذا الموقف جاء بعد خلافها مع السعودية. أن الأمر ليس من أجل عيون حقوق الإنسان وإنما لمناكفات سياسية. ليست المسألة متعلقة بالضحايا المدنيين في اليمن وحرص الأوروبيين عليهم، فهذه الدول تتحرك بناء على مصالحها وعلاقاتها، أما نحن فلا في العير ولا في النفير، ضعنا بينهم كما يتحدث. ويضيف همدان في منشور آخر عن ذات الموضوع يقول: يعتقد البعض بأن التمديد للجنة الخبراء الدولية فيها إنصاف للضحايا وحماية للمدنيين، وهذا فهم قاصر للمسألة، ويشير إلى عدم معرفة ما يحدث في أروقة الأمم المتحدة وكيف تشكل مثل هذه اللجان وما التأثير السلبي المباشر على معركة استعادة الدولة. أما بعضهم فيؤيدها نكاية في الإمارات والسعودية على طريقة صاحب المنزل الذي قال له: منزلك يحترق، فقال لهم: استاهلين الكتان. أما في يقول: في سبتمبر العام الماضي عرضت تشكيل هذه اللجنة وقلت بأنها ستكون أداة لتجريد الشرعية من سلاحها الأهم وهو القرار 22/16، وهذا ما ظهر جليا في تقرير الخبراء الأول. لهذا نطالب بتعزيز ودعم استقلالية اللجنة الوطنية التي أصدرت تقريرا منصفا ومهنيا إلى حد كبير مؤخرا، ونرفض أي لجان دولية. عارف أبو حاتم أيضا كتب في هذا الصدد ويقول: بعد فضيحة يوم أمس في إقرار التمديد للجنة الخبراء، هل سنسمع خلال الساعات القادمة إقالة الفاشلين العاجزين وإحالتهم للتحقيق وإعادة النظر في كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان وكوادرها وطواقمها وتعيين الكفاءات بدلا من المحسوبية والمحاصصة؟ هذا هو الحقيقي. على الحكومة الشرعية أن تنظر إلى هذا الخلل الواضح والصريح في مسألة إدارة الحقوق وحقوق الإنسان. أما محمد قميصي فيقول أن الهدف من وجهة نظري في تعليق له على صفحتنا في الفيسبوك، أن الهدف من وجهة نظري مستقبلي، المواقف الدولية تتغير، الحل الوحيد من وجهة نظري هو تحرير صنعاء، ندفع بقوة في هذا الاتجاه. للأسف اللي مسيطر على المركز صنعاء وعدن هي السلالية فرع الشمال والسلالية فرع الجنوب، الحوثيون والزبيديون، لذا الباقي هامش، سوف يتم إخضاعهم بدعم دولي لسلطة الأمر الواقع في الشمال والجنوب، وقد يتم التعامل مع مارب والبيضاء والجوف وتعز وأبين على أساس أنها جماعات إرهابية متمردة على سلطة الأمر الواقع، وقد يتم استدعاء الدعم الدولي لكبح جماح أي مناوءة لنظام الإمامة الميليشاوية في الشمال ونظام المشيخات والسلطنات في الجنوب. الحل تحرير صنعاء، تشتيت القوات في الجبال والصحاري والسواحل إنما الهدف منه التشتيت، وإذا تركز الدعم على تحرير صنعاء وتحررت صنعاء فسوف يتم ملاحقة الحوثي كمتمرد، أو العكس، إذا لم نحرر صنعاء فسوف تتغير الموقف أو يتغير الموقف الدولي، وسوف يتعاملون مع الحوثي والزبيدي كسلطة أمر واقع، وسوف يتعاملون مع الهامش والباقي كمتمرد كما عمل السلاليون في دمشق. شتتوا المعارضة في كل مكان بينما تمركز السلاليون في دمشق، وتم تشويه المعارضة وتم استزراع الإرهاب عن طريق السلالي البغدادي في باقي المدن المسيطر عليها في المعارضة السورية، وتم تفكيك المعارضة السورية والتحريش بين فصائلها، وبهذا وقف العالم كلها مع السلالي بشار.
الموضوع مثير للاهتمام، هو يتحدث بلغة ربما واضحة غير مواربة. دعونا نستعرض في ختام هذه الحلقة عن التصويت الذي طرحناه على صفحتنا في التويتر وعلى صفحتنا على صفحة القناة في التويتر. نقولنا ما سبب تجاهل تقرير فريق الخبراء الدوليين جرائم ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها بحق اليمنيين؟ هل انحيازهم أو انعدام حياديتهم ومهنيتهم أم لضعف أداء الحكومة؟ صوت بالخيار الأول انعدام حيادية فريق الخبراء ومهنيتهم، انعدام مهنيتهم وانحيازهم وحياديتهم، صوت لهذا الخيار 46%، وصوت بخيار ضعف أداء الحكومة الحقوقي 54%. يعني الغالبية الطفيفة مع أن الحكومة ضعيفة في مسألة إدارة الملف الحقوقي. أما في الفيسبوك فقد وضعنا أيضا السؤال ذاته، ما سبب تجاهل فريق الخبراء الدوليين جرائم ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها بحق اليمنيين؟ هل لانعدام حياديتهم ومهنيتهم أم لضعف أداء الحكومة الحقوقي؟ صوت للخيار الأول أن الفريق منعدم الحيادية والمهنية 36%، وصوت بالخيار التالي الذي هو أن هناك ضعف في أداء الحكومة الحقوقي 64%. الغالبية لا بأس بها 64 تقول أن أداء الحكومة ربما ضعيف ويحتاج إلى تجديد الأدوات والأشخاص، وتحتاج إلى دبلوماسية متفاعلة وليس دبلوماسية نائمة على سرير العجز وربما التخلي عن المواقف الوطنية في اللحظة الاستثنائية التي يخوض فيها رجال اليمن الأبطال، رجال الجيش الوطني، معركتهم المقدسة في سبيل استعادة الدولة ودحر الميليشيا الحوثية. شكرا لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم، مع فائق تقديري لكم، في أمان الله.